ضيف فريد او ضيفة فريد على قناة انفاس بريس هو مواطن او مواطنة كنسولوها او كنسولوه باش كتحلم او باش كتحلمي. كل واحد باش كيحلم وكل واحد له الحلم ديالو. تعرفوا الحلم ديال هذا الشاب؟ اجيو معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الشباب بخير؟ بخير الحمد لله. الله يكبر بك. شنو كتحلم حلم في الحياه هذه؟ الحلم ديالك في لا فيدا؟ خويا عندي بزاف الحوايج باغي نحققهم، فهمتيني؟ باغي نخدم هنا في البلاد شي خدمه زوينه، فهمتيني؟ وندي الوالده ديالي للحج. هذه الامنيه الاولى عندي. هذه الحلم ديالك الاول؟ الحلم ديالي الاول هو ندي لوالدتك المقام. مرضي بعدين ضروري، فهمتيني؟ الوالدين هما كلشي. لما كنتيش مرضي راه ما كاين والو في الحياه، راه ما غاديش لقدام، فهمتيني؟ ما غاديش واحد البريميرا ديالك باش توصل. معقوله؟ خاصك ضروري رضات الوالدين اللي بغيتي توصل. ما عندكش رضات الوالدين والله لا وصلتش. ما عندكش الطابع والو؟ والو، خاصك تطبع عليك المهمه ديالك. هادشي اللي كاين دابا انا فهمتيني مكلف داكشي ديال الدار العيبات هادي، خاصك ضروري تدخل معاك تعطي للدار تعطي لهذا باش تبقى ديما مرضي مع الدار الحمد لله. يعني واش شي حلم اخر كتحلم به؟ هو رجع الغربة. شي اوروبا؟ اوروبا خويا هي الحلم. اي واحد دابا سول شي في لاجوليز في الشباب ديال المغرب غتقول لي شنو الامنيه ديالك؟ السوليو ديالك غيقول لك الغربه. سولو ما كرهتيش دابا انت تجي تخدم هنايا حدا الدار، فهمتيني؟ حدا الوالده ديالك، تخرج من الخدمه تمشي للدار تلقى الوالده ديالك، فهمتيني؟ تلقى مطيبه لك كلشي، موجده لك كلشي، راضي عليك، فهمتيني؟ انت من الخدمه للدار من الدار للخدمه، هذه ما كرهتها حتى شي واحد. حتى انا اللي كنسولو يعني في البنات ولا في الاولاد كيقول لي الحلم ديالنا نمشيو لاوروبا. يعني شنو هو الفرق ما بين اوروبا والمغرب؟ واخويا اوروبا داكشي اللي في اوروبا ما كاينش هنا. نهضروا فهمتيني، نهضروا واقع. يعني من ناحيه الحقوق؟ من ناحيه بزاف الحوايج، فهمتيني؟ بزاف الحوايج موفرين لك تماك. اول حاجه كاين الخدمه، فهمتيني؟ تماك كيكبروا بنادم الاسترين خير والاجنبي كاملين كيكبروا به، فهمتيني؟ غتمشي غتخدم غدير دويره ديالك في داك البلاد، غترجع حتى زوين تجيب عامر الدويره، غتجي غتفرح الوالدين غتديها عندك. لا ما بغاش تمشي غدير لها كما قلت لك، غدير لها غتصيفط للحج ولا دير لها عمره. هادشي اللي كيتمنى اي واحد. دابا الحلم ديالك يتصيفط الام ديالك للحج؟ ندير العمره، هذا هو الحلم ديالي. دابا لك قدام ما عندي حتى شي حلم من غير ندير الوالده باه، فهمتيني؟ نوصل الوالده داك المقام الحمد لله. مثلا شي واحد شاف هاد يعني هاد الحلم ديالك وبغى يحقق لك هاد الحلم ديالك، شنو غتقول لي؟ واش غنقول لي اخويا ديك الساعه، فهمتيني؟ الله اللي غيخلص، الله اللي غيخلص هذاك الشيء اللي كنتمنى. يعني شي واحد يشوف هذا الفيديو يعني ويحقق الحلم لهذا الشاب هذا، لانه بين مرضي الوالدين بغى يعني يدي لمو الحج كما كيقول لك هو اليد قصيره والعين باصره. العين باصره. كنتمنوا شي مؤمن ولا شي مؤمنه انه تحقق الحلم لهذا الشاب هذا. الشيء اللي كاين اخويا العزيز، الحلم ديالي هو نصيفط والدتك المقام. هذا هو الحلم ديالي انا في الدنيا بعدا قبل من نودع. ما عرفنا شكون السابق واش هي ولا انا، فهمتيني؟ كل واحد وساعته. نتمنى الله يحقق لك الحلم ديالك. مرحبا. الله وراك مرضي الوالدين.